الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن خام البصرة الثقيل عن خسارة سعرية الأسبوع الماضي ليلحق بخسائر الأسعار لخام برنت الأمريكي، وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بمقدار $1.96 ليصل إلى $91، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت $2.51 بما يعادل 2.68%. وشهد الأسبوع الماضي تذبذباً في أسعار النفط مع انخفاض المخزونات النفطية الأمريكية، يقابلها توقع زيادة المعروض مع إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي. أظهرت بيانات تم الحصول عليها من مصادر تجارية وصناعية عن تراجع صادرات العراق النفطية إلى الهند بنسبة أكثر من 9% في شهر تموز الماضي. وأظهرت البيانات أن حصة نفط الشرق الأوسط في إجمالي واردات الهند تراجعت بشكل طفيف في شهر تموز، حيث خفضت الدولة مشترياتها من العراق بنسبة 9.3% من حزيران إلى أقل من 1,000,000 برميل في اليوم للمرة الأولى في 10 أشهر، إلا أنها ظلت بالمرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط إلى الهند. وشحنت الهند 877,000 برميل يومياً من النفط من روسيا في شهر تموز بانخفاض بنسبة 7% عن شهر حزيران، مع استمرار موسكو كأكبر مورد للنفط بعد العراق. كشف مصدر برلماني أن مزاد بيع العملة الذي يجريه البنك المركزي العراقي أصبح صندوقاً للأموال التي يجمعها الفاسدون. وشكك المصدر بنوايا البنك المركزي العراقي تجاه بيع العملة الصعبة، حيث تم بيع $500 مليار خلال يومين فقط، مؤكداً أن معظم هذا المبلغ عبارة عن حوالات خارجية، حيث المال العراقي يخرج ولا يعود. وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من استنزاف العملة الصعبة بسبب مزاد بيعها، وأكدوا أن عمليات غسيل الأموال عبر مزاد العملة من قبل البنك المركزي وصلت لمليارات الدولارات. أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في شهر تموز الماضي، ما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم مزيداً من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4,944,000,000 جنيه استرليني، وكانت المالية العامة قد حققت فائضاً بلغ 900,000,000 جنيه استرليني في شهر تموز عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي. وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ اقتراض الحكومة 2,800,000,000 جنيه استرليني في شهر تموز الذي تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة. حذر تقرير صادر عن مؤسسة كونفرانس بورد من أن الاقتصاد الأمريكي يواجه ضعفاً متزايداً، ما يجعله متجهاً نحو الركود قبل نهاية العام الجاري. وأضاف التقرير أن المؤشر الرئيس لقياس الأداء الاقتصادي انخفض بواقع 4% في شهر تموز الماضي، ليضاف إلى نسبة 7% حدثت في شهر حزيران الذي سبقه، وهو بذلك يشهد تراجعاً على مدار 5 أشهر على التوالي. ونوه إلى أن حالة التشاؤم لدى المستهلكين الأمريكيين والتقلب في الأسواق المالية، إضافة إلى تراجع أسواق العمالة والبناء العقاري، كل ذلك يشير إلى ضعف اقتصادي قد يزداد وينتشر بصورة أوسع على مستوى الاقتصاد الأمريكي ككل. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
تامن موجزي، إلى اللقاء.